مساء الخير، أهلا بكم في ندوة جديدة من ندوات مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وتحمل هذا الأسبوع عنوان تنظيم الدولة شمال سوريا، فشل لقوات سوريا الديمقراطية أم تفوق للتنظيم؟ وتأتي على خلفية هجوم الحسكة الأخير الذي وصف بالأكبر منذ أن فقد التنظيم آخر مناطق نفوذه في مارس آذار عام 2019 بعد هزيمته في كافة الأراضي التي أعلن منها دولة الخلافة في سوريا والعراق عام 2014. فما هي حدود هذا الهجوم، وهل سينتهي بكارثة وهزيمة أم بإعطاء دفعة قوية للتنظيم على غرار ما حدث في تجارب سابقة شبيهة في دول أخرى؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف عبد الناصر العايد، رئيس تحرير صحيفة جسر، وبدر ملا رشيد، الباحث المتخصص في الشؤون الكردية. فمرحبا بكما، ومرحبا بكل من انضم إلينا على صفحة فيسبوك، وننتظر أسئلتكم وتعليقاتكم. أبدأ معك أستاذ عبد الناصر، ما الذي حدث في محافظة الحسكة؟ يعني وكيف حدث، خاصة وأنها منطقة كما نعرف أمنيا محمية للغاية، كيف حدث هذا الاختراق لسجن غويران، إن كان من الناحية الأمنية أو العسكرية؟ مساء الخير ديما إليك ولضيفك وللمشاهدين. ما حدا بيعرف للآن الحقيقة الكاملة، ماذا حدث؟ هناك رواية التنظيم أعلنها من يومين، وهناك رواية قسد، وهناك جهة دولية تحقق الآن بالموضوع. يعني هناك قوة دولية تولت التحقيق بالموضوع لأنه عندها في إلها عدد من كانوا معتقلين. المعلومات المتضاربة من الطرفين يعني ما بتعطي الحقيقة الكاملة، لكن اللي بنعرفه لحد الآن أنه هناك في هجوم من داعش استخدم يعني مسألتين أساسيات للنجاح، هما المباغتة والانتحاريين، كان لهم دور كبير. يبدو أيضا هذه مسألة تحتاج إلى وقت للكشف، يبدو أيضا أنه اعتمدوا على متعاونين من ضمن عناصر، يعني هناك اختراق أمني وكبير جدا. المعلومات غير مؤكدة اللي حصلنا عليها للآن أنه دخلت سيارة إعاشة إلى داخل السجن، كانت مليئة بعناصر يحملون مهمات لقوات سوريا الديمقراطية، تم شراءها بالأموال، وفيها عناصر من داعش يحملون كواتم صوت، ودخلوا إلى داخل السجن وقتلوا، ثم جاء انتحاريين، وبعد ذلك جاء سيارة سلاح، يعني لا زالت الأمور غير واضحة بشكل دقيق، لكن هناك عمل مخطط له بشكل على مدى طويل، وحشد إمكانيات من قبل التنظيم للعملية، وهناك خروق ويعني هشاشة بإجراءات قسد سمحت بحدوث هذا الأمر. يعني لا زال إلى الآن قسد غير قادر على إعطاء لا الرقم الدقيق لمن هربوا، ولا عدد قتلى داعش، ولا عدد قتلاهم هم الآن. يعني منذ قليل وردتني معلومة أنه الآن تم نقل حوالي 100 جثة مجهولة الهوية مقطوعة الرأس إلى مشافي في الحسكة، أكثر من 100 جثة. وهم لا يعرفون هل هذه للتنظيم، هل هذه لمدنيين، هل هذه لعناصرهم. سنتحدث عن سياسة قصد، لكن بحسب تقديرك، يعني أود أن أسألك، منطقة تسيطر عليها القوات الأمريكية والروسية وتنتشر يعني في عدة مناطق من محافظة الحسكة، الحسكة تسيطر أيضا عليها قوات موالية لتركيا، خاصة على جزء من شريطها الحدودي، على بعد كيلومترات من الحدود العراقية، على بعد أمتار من مناطق نفوذ القوات الحكومية السورية داخل مدينة الحسكة، يعني في قلب أكثر الأماكن تحصينا وحراسة أيضا من قبل قوات سوريا الديمقراطية. لماذا اختار تنظيم الدولة هذه المنطقة وليس منطقة أخرى هشة أمنيا؟ يعني المناطق الهشة لا يوجد فيها صيد ثمين لكي يعني يقامر الهاشمي الزعيم الحالي للتنظيم داعش، هذه مقامرة كبيرة. يعني هناك 5000 عنصر من التنظيم في هذه الأبنية،
وبينهم يعني قادة من الصف الأول وقادة من الصف الثاني وكتلة شبابية كبيرة جدا، يعني قصد تقول تسميهم أشبال الخلافة، لكن هم يعني كانوا أشبال أو تحت السن القانوني قبل 3 سنوات، الآن يعني كلهم أصبحوا في عمر 18 سنة، إلا إذا كانت قصد يعني اعتقلتهم وعمرهم 10 سنوات، يعني هذه مسألة أيضا تحاسب عليها. وعموما هي يعني أخطأت كثيرا في إدارة هذا الملف، ويعني كشفت عن كارثة أخرى تنطوي عليها إجراءاتها. بالعموم هناك هدف كبير للتنظيم، يعني 5000 مقاتل ومعظمهم خبراء و تقنيين كبار أو منظرين كبار أو قادة سياسيين كبار. يعني في الباغوز تم يعني تجميع خلاصة التنظيم، زبدة التنظيم، هؤلاء اللي بالسجن، خصوصا سجن الصناعة اللي عددهم 3500، هؤلاء كلهم تقريبا جيء بهم من الباغوز. فلذلك هنا النواة الصلبة للتنظيم للدولة، وواضح أن التنظيم يعني يفتقر إلى العنصر البشري الآن، وهو بحاجة لهؤلاء، بحاجة للقادة والخبراء والعناصر أيضا. أنا قلت في أحد المقالات أنه يعني يبدو أنه التنظيم زج كل فائض القوة لديه، كل عناصره بهذه العملية، لأنه لم يكن هناك محاور أخرى للقتال، لا محور للتشتيت ولا محور للتأمين، وهذا يعني لا يحدث، لا يمكن أن يحدث بعملية كبرى مثل هذه إلا إذا كان التنظيم فعلا يفتقر إلى العناصر. الآن التنظيم أعلن بصحيفة النبأ من يومين أنه اللي قاموا بالعملية هم فقط 13 عنصر، 13 انغناسي. هذا بيطرح سؤال إضافي، أنه إذا كان التنظيم ما بعت غير 13 عنصر، وين بقية عناصره؟ يعني لماذا لم يشاركوا بمحاور أخرى، بعمليات تشتيت، بغيرها، بهجمات معينة لإشغال قوات سوريا الديمقراطية؟ ما معنى أنه يا أما هم كذابين، مش صحيح 13، هم زجوا مئات، وبالتالي يعني كل القوة الضاربة اللي بإيدهم، أو أنه التنظيم يعني ما فيه سيطرة وقيادة على نطاق واسع لحتى يستنفر قواته بكل مكان ويآزر هيك عملية كبرى مثل هذه. نعم. بالنهاية كما قلت، نحن أمام عملية غامضة نوعا ما لحد الآن. بالتأكيد التنظيم سوف يعلن في وقت لاحق، سوف يخرج بإصدارات ليقول من وكم عدد الناس اللي تم يعني إخلاء سبيلهم، لكي يعني يغطي على مسألة عدد الضحايا الكبير الذي وقع، وهم بالمئات، يعني يحتمل أنه فوق 400 عنصر من التنظيم قتلوا بهذه العملية. بالتأكيد هو سيعلن عن بعض النتائج، عن بعض الهاربين، عن أعدادهم، عن نتائج، يعني نتائج هذه العملية ربما تكتمل الصورة قليلا، لكن بالواقع نحن أمام يعني مذبحة حقيقية. وأعتقد شخصيا أنه عدد القتلى بهذه العملية تجاوز 700 شخص من كل الأطراف. نعم. وهذا راح يتكشف تباعا. نعم أستاذ بدر، يعني بغض النظر عن أن الصورة بالفعل ليست واضحة وليست مكتملة ويعني يكتسيها الغموض، لكن ما هي الدلالات السياسية لهذه العملية؟ كيف ينعكس ذلك على قصد وعلى علاقاتها بالتحالف الدولي؟ تحياتي لكم أستاذ ديما، وتحياتي لضيفكم العزيز والمشاهدين الأعزاء. حقيقة الدلالات السياسية في المرحلة الحالية هامة جدا، هناك يعني يمكن أن نقسمها على طرفين، يعني وحتى من تحركات تنظيم داعش يعني أثناء الهجوم التي حدثت، فهناك حدثت هجمات على الجيش العراقي في الجهة العراقية، وهناك مع بالتزامن مع الهجمة على سجن أبو إيران. من هنا هناك نستطيع أن نمزج بين الجانبين السياسي والعسكري، فهناك علاقة، هناك تململ لدى القوى العسكرية في سوريا حاليا بسبب غياب أي مصير سياسي، حل سياسي في سوريا. على الجانب العراقي هناك لهيب سياسي، تشكيل الحكومة العراقية والضغط الإيراني على القوى العراقية لتكون الحكومة على التيار الصدري وغيره، لتكون الحكومة القادمة أيضا موالية لإيران 100%، في ظل محاولات الصدر لتشكيل تحالف يعني وطني، شبه وطني داخل العراق، قراره يكون من داخل العراق. إذا مزجنا هذا الأمر بالواقع العسكري الذي نشهده ضمن نوعا ما انخفاض شعبية الحشد الشعبي في العراق،
بالإضافة إلى الترهل العسكري في المشهد السوري، هي كانت فرصة يعني ذات دلالات، يعني هذه الدلالات كافة أوجدت الفرصة للتنظيم ليقوم بهذا الأمر. نحن في سوريا دخلنا من مرحلة يعني السلال بمستورة لخطوة بخطوة لبيدرسون، وهذه بغض النظر إذا كانت مستقبل بالعادة مع الممثلين الدوليين لا يبشر السوريين بالخير يعني. فهذا يعني يمكن أن يعني أن الملف السياسي السوري سيكون أمام مرحلة قادمة أيضا فيها إعاقة أو فيها صعوبة لصعوبة الوصول للحل. كل هذه المدلولات تشير إلى أن التنظيم يحاول أن يستغل الفرصة من جديد، يعني من ناحية جسد التنظيم إذا أخذنا من وجهة نظر التنظيم. إذا ما نظرنا أيضا إلى موضوع هجمات التنظيم في خلال يعني من ساعة الهجوم إلى ما يقارب 48 ساعة لاحقة بعد أن يعني بدأت الكفة تميل لجانب قوات سوريا الديمقراطية مرة أخرى، كانت هجمات التنظيم هي واصلة من يعني تقريبا من السجن حتى ريف الدير الزور. وهذا كان يبدو أن كان هناك مخطط لدى التنظيم بفتح طريق آمن لعناصرها التي ستنسحب من هناك، بالإضافة إلى الهجمات التي حدثت في الجانب الآخر من الحدود العراقية. فكما ندري هناك يعني هذا المثلث الواصل بين مدينة دير الزور وجنوب الحسكة وصولا إلى شنغال ومناطق جنوب كركوك، هناك التنظيم يشرد جدا، وهناك ويتواجد مخيم الهود. فعين التنظيم بالإضافة على المقاتلين المتواجدين في سجن الصناعة في حي بويران، هناك له عين على المتواجدين أيضا في مخيم الهود. هناك عدة آلاف من عوائلهم المتواجدين هناك وينتظرون الخلاص. كل هذه الدلالات تشير إلى طب أستاذ بدر، عذرا على المقاطعة، نعم كما ذكر الأستاذ عبد الناصر، يعني التنظيم أعلن أنه لم يشارك في هذه العملية سوى عدد قليل من رجاله، يعني 13 عنصر هو بالفعل رقم يعني لافت، لكن هل يعتبر هذا الحدث أو هذه العملية هل تعتبر تفوقا عسكريا للتنظيم كما ادعى البعض، أم فشل لسياسة قسد في إدارتها طبعا للمنطقة؟ صراحة يعني لا أستطيع نوعا ما استند على الرقم الذي أعلنه التنظيم نتيجة لأمرين، يعني الأول هو المرة يعني العام الأول هو أرقام صادرة من جهة التنظيم، العام الثاني هو أن هذا الهجوم يجب أن يشترك في عدد أكبر من 13، في يعني بأعداد على الأقل يتقارب ل 70 إلى 100 شخص، لأن هناك دعم يعني التنظيم لم يقم بعملية الهجوم لمرة واحدة، فهي لم تكن وجبة. وأثناء عمليات التمشيط سواء الذين خرجوا من السجن أو يمكن كانت هناك بالإضافة لمن هاجم السجن، هناك خلايا كانت تحاول أن تؤمن عملية الخروج والطريق لهؤلاء إلى بادية يعني ريف الحسكة، وبالتالي إلى بادية العراق أو البادية السورية من جهتين. فأعتقد أن هذا الأمر يعني العدد المهاجمين كان أكبر من هذا العدد بكثير، وكان لديه بالطبع الاعتماد على العناصر داخل السجن وهو ما شاهدناه. ولكن في موضوع ما النجاح حقيقة هو من جهة نجاح للتنظيم لوصول هذه المرحلة، يعني كما ندري أن قوات سوريا الديمقراطية لديها تواجد قوي ضمن على هذه الخارطة، رغم أنها تتلقى هجمات مستمرة يوميا تقريبا من التنظيم في مناطق أرياف الحسكة ودير الزور. ولكن قيام التنظيم يعني نحن نرى تصريحات مسؤولي الإدارة الذاتية أن هناك ربط بين هجمة من عناصر التنظيم سواء كانوا من شمال سوريا بالإضافة إلى من العراق بالإضافة إلى من بادية سوريا. فإذا كان التنظيم لديه هذه القوة في تنظيم عناصره من ثلاث جهات، إذا كان هذا الكلام صحيحا فهي قوة كبيرة لدى التنظيم أن يقوم بتحديد ساعة الهجوم في جميع هذه القوات التي تتجمع في نفس المكان في نفس اللحظة وتقوم بهذا الأمر. الأمر الآخر وصول هذه السيارات المفخخة، يعني السيارات المفخخة هي تمر عبر عدة حواجز، وهي لا يمكن نوعا ما بأي شكل من الأشكال أن يتم تجهيزها داخل مدينة الحسكة، لأنها تحتاج إلى
المواد والى الى يعني الى مواد ميكانيكيه على الاقل لتجهيز السيارات المفخخه بهذا الحجم. فهذا هذه دلاله على القوه التي استطاع التنظيم ان يكتسبها من جديد يعني خلال سنوات 3 أو 4 سنوات الماضيه. من جهه اخرى قوات سوريا الديمقراطيه ورغم كل الجناح الاستخباراتي التي تمتلكه بالاضافه للقوى العسكريه، يعني كما ندري هناك الالاف من شباب تلك المناطق منضمين لقوات سوريا الديمقراطيه. فكل هذه كل هؤلاء الشباب هم مصدر للمعلومات بالاضافه الى التحالف الدولي، بالاضافه الى انه كان كما نشرت قوات سوريا الديمقراطيه اعترافات القيادي من تنظيم داعش. فاعتقد ان الشارع العام السوري والشارع الدولي والجميع امام يعني ينتظرون من قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه ان تجيب على هذه الاسئله بشفافيه تامه. سأسأل هذا السؤال الأستاذ عبد الناصر، يعني بالفعل قوات سوريا الديمقراطية لديها مصادر معلومات ولديها هذه القدرة التي تدعي أنها قدرة يعني عسكرية، ما بدي أقول هائلة لكن قدرة معقولة. اليوم هنالك أسئلة كثيرة تطرح حول أسباب عدم الاستعداد والاستجابة لهذا الاحتمال، يعني البعض يقول أن هذا الهجوم كان متوقعاً. قبل أقل من شهر نشر المركز الإعلامي لقصد اعترافات لمعتقل من التنظيم وصف بالقيادي، كشف خلالها أن مقاتليه يعني يعدون لاقتحام سجن الصناعة في الحسكة، فلماذا لم يكن هنالك استعدادات كافية لهذه الهجمة؟ يعني بالواقع هذا سؤال كبير، اللي بقدر أقوله بهذا المضمار أنه الأجوبة قصد مو مقنعة حتى للحلفاء، ولهذا السبب تولت إحدى القوى الدولية التحقيق في الأمر. الآن يعني ليست قوات سوريا الديمقراطية من تحقق في كيف حدث ذلك، هي استبعدت، والآن لا أريد تحديد الدولة لكن هناك دولة دخلت هي من تتولى التحقيق من دول التحالف، هي من تتولى التحقيق مع عناصر قسد ومع قيادين قسد قبل أن يكون مع أطراف أخرى لكشف أين يقع الخلل، لأنه الخلل الموجود ممكن يؤدي إلى إلحاق أذى كبير بقوات التحالف من جهة، وأيضا يعني العناصر التنظيم الهاربين في منهم جزء من دول معينة وهي تخشى من يعني هروبهم سيسبب مشكلة في البلاد التي هربوا في البلاد التي جاءوا منها. لذلك كما قلت هناك دولة لديها عدد لا بأس به من المعتقلين تولت التحقيق، خاصة أنه معتقلين هرب معظمهم. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، أيضا بغض النظر مرة أخرى عن الرقم الذي أعلنته داعش أو أعلنه تنظيم الدولة، لكن كيف يمكن اليوم الحديث عن تخطيط التنظيم لشن هجمات عسكرية يعني من جديد؟ تم الإعلان سابقا عن القضاء عليه عسكريا. يعني كل المتابعين واللي يعني المطلعين بيعرفوا أن التنظيم لم ينتهي وجود مكاني، لأنه ما زال يسيطر على مناطق شاسعة، يعني بمناطق سيطرة قسد هناك منطقة صحراء الروضة بالكامل هي تحت سيطرة التنظيم ولم تدخلها قسد حتى اليوم، وهناك مناطق شاسعة في غرب الفرات في منطقة بادية الشامية كل يوم تشن هجمات على قوات النظام وتلحق به والميليشيات الإيرانية وتلحق بها خسائر كبيرة. هذه مسائل أصبحت يعني معروفة، واليوم والأمس كان فيه هجمات في مناطق سيطرة النظام انطلاقا من جبل البشري وغيرها من المناطق اللي معروف انه هي يعني تحت سيطرة التنظيم على الاقل ليلا. ايضا يعني التنظيم لم ينتهي كسلطة موازية في اغلب مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعني في ارياف دير الزور لا زال هو الذي يعني يحكم ويجب الضرائب ويقتل مناوئيه بمنتهى السهولة ويصل الى مقرات قسد ويهاجمها. هذه النوع من الإعلانات يعني الدعائية المتسرعة بتلقيها قوات سوريا الديمقراطية هم نفسهم مش مقتنعين فيها يعني. وأحد مظاهرها يعني حدث بالسجن نفسه، أعلنوا قبل 3 أيام فقط مشان يزامنوا عملية يعني
انهاء السجن بيوم تحرير كوباني من داعش، وتبين بعدين انه في 200 مقاتل من داعش لسه عم يقاتلوا، في 70 رهينه من قسد تم ذبحهم لاحقا بعد هذا الاعلان. يعني هناك يعني نزعه دعائيه تشابه نزعات الانظمه الشرق اوسطيه بالعموم جميعا، وخاصه النظام السوري، لتمويه الحقائق و تغيبها بادعاءات وشعارات، اصبحت شيء مالوف ومعروف لدى قوات سوريا الديمقراطيه، ليست بخافيه على احد. نعم. استاذ بدر، يعني وكانه 10 سنوات لم تكن كافيه بالنسبه للسوريين، كل ما مروا به من دمار وتغييب قسري وقصف وكيماوي واعتقال وتعذيب، يعني اليوم أيضا يتعرض المدنيون إلى موجة نزوح جديدة. ما هو تأثير هذه الاشتباكات العسكرية التي حصلت مؤخرا على المدنيين، وخصوصا طبعا بالنظر إلى حالات النزوح؟ صراحة يعني ما شاهدناه في الأيام الأخيرة ليس في غيرها، في غرب سوريا هناك حملات توطين أو حملات إسكان السوريين من المخيمات ونقل من المخيمات إلى منازل، يشير لنا أو يوضح لنا المأساة السورية. يعني بعد 10 سنوات لا زالت كمية الأموال التي كانت تخرج إلى سوريا لا تستطيع أن تقوم على الأقل بتأمين مصير هؤلاء الناس. إذا ما أخذنا الموضوع إلى الحسكة وما حدث، فبالتأكيد أن أي معركة تحدث في أي مكان يعني تؤثر على معيشة الأهالي بشكل مباشر. شهدنا ما النزوح أكثر من 40 تقريبا بهذا الحدود، بالإضافة إلى أن هناك نزوح داخل المدينة، يعني داخل الأحياء الأخرى أو خارج مدينة الحسكة من داخل الأحياء الأخرى. مدينة الحسكة يعني تعرضت لعدة هجمات يعني سابقا أو حتى تفجيرات من عام 2016 إلى الآن. هذه العمليات وهذه العمليات العسكريه وهذه الهجمات بالتاكيد ستؤدي الى نوعا ما انعدام الامن على المدى الطويل، يعني وهذا ما نراه في نلاحظه في زياده عدد السوريين الراغبين بالهجره من سوريا. فهناك دائما اعداد كبيره من السوريين تحاول الوصول الى تركيا او الوصول الى اقليم كردستان العراق من تلك المنطقه. بالتاكيد سيكون هناك تاثير مباشر مثل ما حدث، والتاثير على المدى البعيد الذي سنراه في الفتره القادمه من زياده رغبه الاهالي في مغادره المنطقه. هذا يعني هنا يتوجب على السلطات الحاكمه هناك المسيطره هناك ان تقوم باسرع وقت يعني بسماح عوده الاهالي الى منازلهم. الشيء الجيد ان هناك لا زال جزء مهم من جزء من الاهالي موجودين داخل الحي. هؤلاء سيكونون يطلبون يعني عودة البقية، يعني سيساعدون في عودة البقية. اليوم تم إعلان، حسب ما سمعت، تم إعلان نهاية الحظر في مدينة الحسكة وحولها، فهذه أيضا إشارة جيدة تم يعني لعودة الأهالي. بالتأكيد أيضا يجب حتى يعني على الجميع سواء داخل سوريا أو خارج سوريا التحكم في سواء مشاعرهم أو سواء في كتاباتهم. يعني ما يحدث في مدينة الحسكة كان له يعني تم نوعا ما استخدامه من قبل كافة الأطراف لأجل زيادة الاستقطاب يعني المكونات. هذا الاستخدام هو خطر جدا، خاصة في مناطق مثل الحسكة والقامشلي وغيرها، شهدت معارك عنيفة في المناطق، شهدت آلام كبيرة جدا قريبة على الحدود العراقية أو على شنغال، التي شهدت جرائم شنغال بحق الكرد اليزيديين. فتلك المنطقة لديها كمية كبيرة من الأحزان، أي استقطاب زائد فيها سيؤدي إلى تفجير المنطقة أكثر ومشاهد، وبالتالي إلى موضوع من زيادة النزوح وزيادة الهجرة منها، وبالتالي إلى قلة الاستقرار واستغلاله من قبل التنظيم كما نشاهد الآن. يعني استغلال التنظيم لما هجمة التنظيم جزء منها يعود إلى الموضوع الحوكمي. يعني شهدت تلك المناطق دير الزور، مناطق هذه المناطق بشكل عام مظاهرات تطالب بزيادة تمثيل أهالي المنطقة وتمثيل حقيقي يعني في صناعة قرار المنطقة ضمن المجالس المحلية. هذه المطالب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار،
كل هذه المطالب في وجود أي كتلة لديها حقل على السلطة الحاكمة أو لديها مطالب مجتمعية محلية محقة، إذا لم يتم تلبيتها سيؤدي إلى دائما إلى وجود فراغ بين السلطات الأمنية والأهالي، وهذا سيؤدي دائما إلى استغلال التنظيم. نعم، وسأسألك أيضا بعد قليل عن موضوع متعلق بإن كان حالة النزوح أو أوضاع السوريين في تلك المناطق، لكن سأنتقل إلى الأستاذ عبد الناصر. تحدثت قبل قليل عن أن كل ما قدمته قسد حتى اليوم من إن كان تفسيرات أو مبررات لما حدث غير مقنع بالنسبة إلي. طب ما هو تعليقك على موقف النظام؟ يعني النظام السوري أيضا بادر إلى موقف أثار يعني ليس فقط التحفظ بل المفاجأة لدى الكثيرين، يعني هل هو مستفيد من التطورات العسكرية الأخيرة؟ طبعا بدون شك، هو أي زعزعة للاستقرار أي إذا لم يكن هو وراءها يعني فهو بالتأكيد مستفيد منها، لأنه بالنهاية بده يطلع كل القوى الموجودة على الساحة وكل الأطراف الأخرى يعني غير قادرة على ضمان الاستقرار، علما أنه هو نفسه يعني مش قادر يضمن، ولولا الوجود الروسي والإيراني وغيرها. أيضا يعني في حال تلافته أنه انسحب من منطقة بجنوب الرقة اسمها الرصافة، متواجد فيها عناصر التنظيم يشنوا بشكل دائم عمليات، انسحب منها وتركها يعني عرضة لتكون منطقة عبور باتجاه مناطق سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ما يشير لأنه يعني هو بالفعل يرغب. ما بدنا نروح بالتكهنات أيضا أبعد من ذلك، لكن يعني حسن نصر الله من فترة قال أنه المقاومة وهي اللي بتطلع الأمريكان، وكلنا بنعرف أنه في تعاون قديم سابق بين المحور الإيراني وهي التنظيمات الراديكالية، يعني التنظيمة خلينا نحكيها بشكل صريح يعني بين المحور الشيعي وبين التنظيمات الجهادية الإسلامية في العراق، عندهم يعني تجربة تعاون ومعروفة. حتى نظام الأسد نفسه كان هو اللي بيغذي الجهاديين من سوريا باتجاه العراق، يعني عندهم اتصالات. وكلنا بنتذكر أو ما بعرف إذا أنتم بتتذكروا أنه قبيل الثورة السورية بأشهر يعني نوري المالكي اللي هو من أحد يعني أقرب الناس للنظام على الإعلام قال بشكل واضح وصريح أنه هذول الانتحاريين اللي عم يجونا عم يبعثهم النظام بسوريا، قالها بشكل علني. يعني كل هاي الأنظمة ممكن تكون على صلة، كما قلت يعني أنا ما بقدر أجزم بهذا الموضوع، مش عند ما عندي علاقة مع زعيم داعش ولا مع مخابرات النظام، لكن في علائم كبيرة أنه ممكن يكون في تعاون، ممكن يكون في تعاون بين المحور الإيراني وبين هاي التنظيمات. بالنهاية حتى إذا ما في تعاون فهن عم يخدموا مصلحته بطريقة غير مباشرة، يعني عن ما يتم الضغط على الأمريكان والتحالف الدولي وعلى قصد وهذه المصلحة المشتركة، خلينا نقول كي لا نقول التحالف من دون أن نكون طبعا متأكدين 100%، أيضا يعود إلى ما قبل هذه العملية الأخيرة. طبعا أنا قلت هو من قبل الثورة السورية بالكامل، يعني نوري المالكي عندما أعلن أنه يعني شكى وعلى تكلم على الإعلام بشكل واضح أنه بمناسبة التفجير صار بالكرادة أظن ببغداد، انه نحن بدنا نحكيها بالاخير انه هاي التفجيرات عم يبعثها ان النظام بسوريا، هو اللي عم يبعث هذول الجهاديين. وطبعا نحن كسوريين بنعرف انه كان في تسهيلات واسعه لهذول الناس، وفي بالتالي في روابط، في صلات، في علاقات، وببدايه الثوره اطلقهم مباشره، هو بيعرف شو عم يعملوا وحماهم وكل هاي المسائل. مش بعيد ابدا يكون في روابط ويكون في تسهيلات، لكن ما بنقدر نجزم فيها الآن، لكن اللي بنجزم فيه أنه له مصلحة بحدوث هذه الاضطرابات وهذه الأعمال وهذه الزعزعة يعني لهذه المناطق اللي بيعتبرها بطريقة أو بأخرى منافسة له. وتحديداً هو مش مهتم بقسد بقدر ما هو مهتم بالوجود الأمريكي، يعني يريد أن يظهر وجود التحالف بأنه يعني خطر ومكلف وأنه قد يكلفه بيوم من الأيام خسائر فادحة. ومثل ما بنعرف انه في رغبه امريكيه الان بالانسحاب، يعني
يمكن لولا الضجيج الفضيحة بطريقة الانسحاب من أفغانستان يمكن كانوا الأمريكان اليوم منسحبين. لكن الطريقة اللي صار فيها وأنه ضربة الإعلامية تحديدا للمصداقية الأمريكا أثناء عملية الانسحاب من أفغانستان بتخلي الموضوع مؤجل. وعندي يعني أنا معطيات وخلينا عمليا انسحبوا انه 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 الامريكان يعني عاطين قوات سوريا الديمقراطيه مهله لنهايه 2022 بعدها بدهم ينسحبوا. باخر زياره لالهام احمد لواشنطن قدرت تاخذ منهم يعني تعهد بنهايه 22 بعدها يعني انه ما لنا مصلحه بانه نبقى. ومظلوم عبدي حاكي باكثر من لقاء مع شيوخ عشائر من منطقه العربيه انه انا بقدر يعني اضمن انه الامور راح تبقى هكذا لنهايه 2020، لكن بعد 2020 ما عندي فكره ابدا كيف بدها تكون الامور. يعني وبالتالي النظام راح يقدر يوصل لهي المعطيات، يعني ما لا اسرار كثير كبيره، وبيضغط مشان هذا الانسحاب يتم تسريعه ويتم تاكيده ايضا من خلال هذه العمليات. أستاذ بدر، أعود إلى السؤال السابق المتعلق بمسألة النزوح والمدنيين. يعني أيضا كيف ستؤثر هذه الأحداث الأخيرة على إدارة قسد للمنطقة؟ هل سيكون هنالك حالة ربما من الارتباك أو من عدم الثقة من قبل الحاضنة الشعبية، من قبل مكونات المجتمع المختلفة تجاه قسد؟ كان هناك حاله من عدم الرضا على اداء قسد في خلال يعني السنوات الماضيه، وهذا ما ادى الى عده مظاهرات حدثت يعني مطالبه بمطالب حول كما ذكرت حول المشاركه في الحكم وحول صناعه القرار. بالاضافه كان هناك في الفتره الاخيره مظاهرات في مناطق يعني في المناطق الكرديه بين حول مواضيع اختطاف الأطفال، حول مواضيع كانت هناك دعوات تخص يعني سبل العيش أو تخص المواد المعيشية الضرورية ونقصها في الأسواق. بالإضافة إلى كانت المنطقة تعيش أزمة إغلاق معبر سيمالكا. كل هذه العوامل كانت تؤثر، وهي بجهة من الجهات كانت هي عوامل ضغط مجتمعي حتى على قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. هذه العوامل بالتأكيد ستستمر إذا لم تستطع قوات سوريا الديمقراطية أن تقوم فعلا بالجلوس مع أهالي المنطقة كما كانت تحاول قبل عام أو ما يزيد عن عام. كانت هناك اجتماعات كثيرة وصلوا إلى الصيغة تم الإعلان عن الوصول عن صيغة توافق مع بعض مع وجهاء المنطقة. يعني كانت ما يقارب 15 اجتماع كبير في المنطقة تم عقده، وتم الوصول إلى يعني عدة بنود هي تخص في كيفية إدارة المنطقة بالأخص المناطق الدافعة العربية والدافعة العربية، يعني الرقة ومنبج ودير الزور والشداد وهذه المناطق. ولكن هذه المطالب يبدو أنها لم يتم تطبيقها أو لم يعني هذا ما حدث لن يتم تطبيقها، رغم أن الإدارة الذاتية قامت بطرح موضوع تغيير العقد الاجتماعي والتعديل، ولكن هذه الخطوات جميعها خطوات بطيئة جدا وتحدث بعد أن يحدث الحدث الأكبر. يعني تحدث بعد أن يكون هناك اجتياح للمنطقة، تحدث بعد أن يكون هناك هجمة مثل حاليا هجمة داعش، يمكن أن تقوم الإدارة الذاتية بخطوات، ولكن هذه الخطوات ليست يعني لا تتم عبر استراتيجية كبيرة. هذا الأمر كله سيؤدي إلى عودة الضغط الأهلي على قوات سوريا الديمقراطية. نحن نتحدث اليوم هي وفق ما أتذكر ضمن إعلان يوم أن أكثر من 100 فقيد من داخل قوات سوريا الديمقراطية سواء كانوا من العاملين داخل السجن أو من القوى المقاتلة، هناك ربما عشرات من الجرحى أيضا. هؤلاء هم أولا وأخيرا أبناء ناس من تلك المنطقة. هؤلاء لم يقوموا بوضع أبنائهم سواء هم قوات سوريا الديمقراطية ليتم قتلهم عبرها بعمليات يعني عمليات تسلل مثل هذه العمليات. هذه الأمور كلها يجب أن تكون بعين الاعتبار، تأخذها السلطات هناك بعين الاعتبار، وإلا فمثل ما ذكر الأستاذ عيد إذا كان فعلا هناك أي قرار أمريكي في الانسحاب خلال
يعني نهاية عام 2022 أو حتى تم تأخير الانسحاب لعام آخر، ولكن نحن أمام معضلة عدم هناك العقد الاجتماعي، يعني العقد الاجتماعي الصحيح بين هذه السلطة ومكونات المنطقة، بالإضافة إلى الخلافات السياسية التي تعيشها الإدارة الذاتية بأحزابها مع بقية الأحزاب والأطراف. كل هذه العوامل ستؤدي سواء حتى بقية الولايات المتحدة، قبل شهرين كانت الولايات المتحدة أو شهر موجودة، ولكن مطالب الأهالي حول المواد المعيشة الأساسية كانت موجودة. أستاذ بدر، طبعا سنتحدث عن الولايات المتحدة ويعني علاقتها مع قسد، لكن بعد قليل. أستاذ عبد الناصر، كما ذكرت حضرتك يعني ثمة غموض ما يغلف الحالة كلها بما يتعلق بقسد وبسياساته، وتؤكد التجربة خلال الأعوام الماضية أن التحفظ وعدم البوح بأي تفاصيل هو السمة الأساسية لطريقة تعامل الجانب الأمريكي والكردي أيضا مع كل ما يتعلق بالمعارك التي دارت ضد التنظيم في سوريا. لكن بحسب تقديرك، ما هو مصير سجناء داعش في سجن غويران؟ كيف سيتم التعامل معهم من الناحية الأمنية؟ بالحقيقة يعني صعب كثير أن نقدر، لأنه ما في ولا دولة عم ترضى للآن تأخذ معتقلينها، لكن ممكن الأمريكان بالفترة القادمة يضغطوا على الجانب العراقي على وجه التحديد لا يأخذ سجناءه، يعني الغالبية العظمى هم من العراقيين وقسم سوريين. قسم من الدول الأوروبية، أوروبا الغربية، ما بعتقد أنهم راح يسترجعون ولا بأي شكل من الأشكال، يعني كما قلت فضلوا الاحتفاظ بهم هناك. والمعلومة اللي ذكرتها من شوي أنه دولة أوروبية يعني أساسية هي اللي تولت التحقيق، لأنه عدد من سجنائها فروا. هؤلاء أشخاص خطيرون على بلدانهم، صعب جداً أنه هاي الدول تستعيدهم وهي عم تنفق وتدعم سوريا الديمقراطية مشان تبقى. ربما يتم تعزيز السجون، ربما يتم زيادة الدعم بهذا القطاع تحديدا، يتم اتخاذ إجراءات أخرى، تخفيف الأعداد، ما بيخلوهم مجمعين بهاي الطريقة، ما بيخلوهم مجمعين بمناطق يمكن اختراقها، ممكن اتخاذ إجراءات من هذا النوع، لكن إجراءات جذرية. وتحديدا الشغلة اللي يتم الحديث حولها دائما اللي هي أنه يتم محاكمتهم أو يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أعتقد ما راح تحدث بالمدى القريب. ما في العالم مش مستعد لهي المسألة، معقدة ويعني عويصة، والأفضل يخلوها بهاي الطريقة، قنبلة موقوتة مزروعة داخل سوريا بحراسة قوات سوريا الديمقراطية. نعم أستاذ بدر، هل توافق على ذلك؟ يعني للأسف سأوافق، يعني للأسف القوى الأوروبية، الدول الأوروبية التي نوعا ما كانت حدودها ومضاراتها مفتوحة لمواطنيها ليصلوا إلى سوريا في فترة أو ذروة ارتفاع تنظيم أو انتشاره، هذه الدول لا تقوم اليوم باستقبال مواطنيها المتواجدين في المنطقة. هذه الدول هي من أصعب الدول، يعني التي يتم التواصل معه وفق يعني وفق ما يتم تداوله، وما يصنع من أصعب الدول التي يعني يتم التعامل معهم ومع قوات سوريا الديمقراطية. بينهم دول شرق آسيا ودول وروسيا وبعض الدول الأخرى منها العربية كان لها استعداد أسهل للتواصل أو للمطالبة بمواطنيها. كما ذكر أستاذ عايد، هناك ضغط أمريكي على الطرفين بإرسال عوائل وسواء عناصر التنظيم إلى من الجنسية العراقية إلى العراق. كانت قبل الهجوم تقريبا بيومين كان هناك آخر دفعة من يعني الدفعة التي كانت هناك، ودفعات أخرى كان الخطط أن يتم إرسالها إلى العراق من أهالي مخيم الهول. كل هذه الأطراف لا زالت متعنتة في استقبال مواطنيهم، بالإضافة إلى أن حتى جزء من هؤلاء يخافون من العودة إلى بلدانهم، يعني جزء من عناصر داعش أيضا يخافون من العودة إلى العراق أو من العودة إلى من دول أخرى إذا لم يكن هناك وضوح في مصيرهم. فالبعض منهم يرى لنفسه بارقة أمل ربما من
عدم الحصول على الحكم الإعدام في إذا بقي هناك، أما إذا تم إرساله إلى دول لديها أحكام إعدام سيتم، هذا أيضا عائق جدا مهم على في موضوع مدى تواصل هؤلاء العناصر ورغبتهم أيضا في العودة لبلدانهم. فأعتقد أن هذا الأمر سيطول للأسف، وكما تم التداول فترة قبل عدة أيام، الولايات المتحدة كانت أيضا في يعني في مدة أو في فترة تقوم ببناء السجن الجديد في المنطقة أيضا، وتم التصريح حول هذا الأمر، أعلن هذا الأمر أعتقد البارحة أنه تم نقل جزء من هؤلاء العناصر لسجن آخر. لكن أستاذ بدر، برأيك هل ستعيد الولايات المتحدة بالفعل يعني النظر بموضوع الاعتماد على قسد كحليف بموضوع طبعا الحرب والقضاء على داعش؟ والأستاذ عبد الناصر ذكر مهلة نهاية العام 2022 أي العام الجاري، أم أنها ستستمر في هذا الاعتماد مستقبلا؟ يعني ما دامت الولايات المتحدة في سوريا، أعتقد أنها سواء برغبة منها أو إذا عدم ترغبة لديها، أيضا ليس لديها بديل في سوريا تستطيع أن تعتمد عليه بهذا الشكل المباشر والقوي. قوات سوريا الديمقراطية للأسف أقامت هذه العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون هناك أي عائد سياسي لهذه العلاقة العسكرية. فما حدث من وتم تقديمه من أبناء المنطقة في قتال داعش، هي تتحدث عن أكثر من 14 ألف شاب فقدوا حياتهم في قتال داعش خلال السنوات الماضية. التقديرات الأخرى تصل لأكثر من 18 ألف شاب من المنطقة. هؤلاء جميعهم تم تقديمهم في معركة، نعم هي معركة للأهالي، ولكن هي معركة أيضا تحالف الدولي الذي دخل إلى هذه المنطقة، وحاليا كما يعني نتداول يمكن أن ينسحب بنهاية هذه فرضا بنهاية هذا العام أو العام القادم. فما تم تقديمه من خدمة للولايات المتحدة كان بجزء نوعا ما خدمة مجانية بدون أي عوائد سياسية أو على عوائد بعلاقة طويلة الأمد وعلاقة صحية، أن هناك تواجد يؤدي إلى إعادة إعمار البنية التحتية، إلى الدفع بشكل حقيقي لخلق نموذج حوكمي حقيقي في المنطقة. كل هذه الأمور غائبة عن السياسة الأمريكية للأسف، عن إدارة المنطقة. ولكن مع ذلك تبقى هذه القوى العسكرية هي القوى الوحيدة التي يمكن أن تعتمد هناك في تلك المنطقة الولايات المتحدة عليها. في الفترة المؤخرة كان هناك حديث حول محاولة أيضا التحالف إنشاء قوة حدود جديدة أو نوعا ما من ضمن قسد تكون مختصة فقط بالحدود وتكون مؤلفة من العشائر يعني المنطقة، من العشائر الساكنة في تلك المنطقة. ولكن أيضا هذه الخطوة أعتقد أنها لن تكون بالناجحة، يعني نحن تقسيم قوة عسكرية أو إنشاء قوة عسكرية في تلك المنطقة الهشة أمنيا لا أعتقد بأنه سيكون خيارا ناجحا يعني في الفترة الحالية. فأي قوة عسكرية أن تكون يجب أن تكون قوة وطنية، يعني القوة التي موجودة، أما يجب أن إعادة تشكيلها بشكل كامل ووضعها تحت ضوء المجهر، بحيث أن تكون قوة عسكرية شفافة تابعة لأهالي المنطقة. لكن إذا لم يحدث هذا الأمر، أعتقد أنه من الصعب أن تعتمد قوة الولايات المتحدة الأمريكية على أطراف أخرى حاليا يعني في صراعها ضد داعش، وإلى انسحابها ستقوم بالتواجد بدعمها. طبعا يمكن أن يتم أي انسحاب أيضا سريع مرة أخرى إذا حدث، مقابل نحن ندرك أن الولايات المتحدة لديها ملفات تقوم بالتفاوض معها مع روسيا عليها، يعني أوكرانيا، ملفات أخرى تتعلق بليبيا، كل هذه الملفات هي على طاولة الأطراف هذه. فربما يتم يحدث أي انسحاب، ولكن مثل ما ذكر الأستاذ عايد، الانسحاب السريع بوجود مثلا كتلة كبيرة من عناصر تنظيم داعش في تلك المنطقة، الهشاشة الأمنية، أي انسحاب سريع سيؤدي إلى انهيار المنظومات الموجودة، يعني ليس بالضرورة أن تنهار قسد خلال يوم وليلة، ولكنها ستنهك. يعني المناطق السورية، المناطق تحت سيطرة المعارضة ليس فيها بنية عسكرية حتى الآن قوية، النظام أيضا يعاني من رغم يعني قوة روسيا الداعمة له، لا زال النظام يعاني من تسرب
قواته، فالمنطقة فعليا هشة. لذا أعتقد أن انسحاب أمريكا ربما يكون وفق هذه الاعتبارات. وصلت الفكرة أستاذ بدر، أنتقل إليك أستاذ عبد الناصر. يعني رغم التوقعات أو توقعات البعض بانتهاء هذه العملية قريبا بالقضاء على المهاجمين هذه المرة، إلا أن يعني تبعات هذه العملية أيضا تستدعي بحسب بعض المراقبين مراجعات ضرورية من قبل كثير من الأطراف، كل طرف بحسب أهدافه وتطلعاته السياسية والأمنية. هل سيكون من السهل تحقيق ذلك؟ يعني المسألة ليست مراجعات، المسألة يعني تسبق ذلك، هناك يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة. هناك معلومات عن هروب 800 عنصر من التنظيم، من قيادات ومن قيادات صف ثاني ومقاتلين مهرة وخبراء. هذول مش راح يقعدوا مكتوفي الأيدي، راح يتصرفوا، بعتقد راح يتصرفوا فورا ليبينوا أنه يعني حصيلة العملية وأثرها. اللي بدها تراجعوا الأطراف جميعا بالمدى القصير، التحالف الدولي لازم يراجع سياساته باتجاه طريقة يعني عمله مع هاي التنظيمات. ما بتفيد هاي الأسلوب اللي هو أطفاء الحرائق، يعني أنه أوكي يعني اشتعلت الأمور بسجن غويران وهاجم تدخلوا، ولو تدخلهم طبعا كان حدثت يعني نتائج أكبر من هذا بكثير، حدثت بحقل العمر يتدخلوا. يعني هذا التدخل اللي هو مثل إطفاء الحرائق فقط لن يفيد، الجمر تحت الرماد، الجمر لن يحل بهذه البساطة. يجب أن يكون للسكان المحليين من كل الأطياف، من كل الفئات، دورهم ومسؤوليتهم بالعمل. بنعرف منيح أنه داعش ينشط بالنسيج العربي العشائري، موجود هنا ويستفيد من الشبكات القبلية والعشائرية. لماذا لا يقوم التحالف بالاستفادة من هذه الشبكات أيضا ومن هذا النسيج لمقاومة التنظيم بطريقة العدو الحيوي؟ نحن بنعرف أن كل تجارب مقاومة التنظيمات المتطرفة لم تنجح، باستثناء تجربة واحدة بالعراق لما استخدمت عشائر الأنبار بعملية ما يعرف بالصحوات، وفعلا هاي الفترة كانت فترة قضاء يعني جذري على هاي التنظيمات، يعني من جذورها، اجتثاثها من المجتمع. لكن هذا بمنح هاي السكان المحليين السلطة والموارد والاستقلالية السياسية ويمنحون دورهم، مو بشي بيحطوهم مجرد مقاتلين كما نشاهد الآن في قسد. يعني طبيعي جدا أنه يكون مخترق حراس السجن وغير حراس السجن ما دام هم مجرد حراس وطباخين، ويعني يقدمون خدمات مقابل راتب زهيد، يدفع لهم أضعاف هذا الراتب ويقومون وهم عندهم نقمة. يعني أساسا من قادة السجن ولا من المسؤولين عن السجن ولا المسؤول عن الاستخبارات في قسد ولا المسؤولين عن الإدارة العسكرية في قسد من المكون العربي، أي شخصية يعني من كل هؤلاء لا يوجد. بالتالي ما داموا ليسوا شركاء في العملية فلن يعني لن يقدموا. هذه يجب أن يراجع التحالف، علما أنه ما بعتقد أنه مهتم كثيرا بهذه المسألة. يعني أنا بعتقد أنه الأمريكان تحديدا حاليا مش اهتمامهم أبدا الجهاديين، والجهاديين أصبحوا نوع من الحروب غير المنتهية والمزمنة والتي لم يعودوا يشغلوا بالهم بها ولن ينفقوا عليها بعد اليوم. وفي يعني استراتيجية الأمن القومي الجديدة اللي مفروض تصدر بشباط القادم في تسريبات حولها، أنه الموازنات تستبعد كل المصاريف التشغيلية والصيانة والانتشار، هذا كله ما يبيهم الأمريكان بالمرحلة المقبلة، بيهمهم التفوق الاستراتيجي أو الأسلحة الفائقة اللي بتخليهم يواجهوا الصين، معركتهم الآن مع الصين. وأكبر دليل هو انسحابهم من أفغانستان. يعني هو كان منيح بيعرفوا أنه بس انسحبوا من أفغانستان بده سيطر طالبان اللي هي أكبر منظمة جهادية بالعالم، ما سألوا، فما راح يسألوا عن سيطرة داعش بشمال شرق سوريا اللي موجودة فيها روسيا وموجود فيها النظام، موجودة تركيا وموجودة موجودة عدة دول ممكن يعني تكون هي الشيء الحب المعركة. ما راح كتير يسألوا، ما بتصور أنهم عم يفكروا بهاي الطريقة. بالنهاية بالمدى البعيد، بالمدى الاستراتيجي، مشكلة شمال شرق سوريا ومشكلة الجهاديين لن تحل إلا بحل مشكلة سوريا بالعموم ومشكلة الشرق الأوسط بالعموم، طالما في هذا التدخل الإيراني والهيمنة الروسية ويعني انفجار حالة الاستبداد بالمنطقة وحالة الفوضى الدائمة وسحق الشعوب
واحتكار السلطات بكل الحيزات الموجودة ما راح تنحل، بدها ترتيب. هذا يمكن مش على زماننا نحن، يمكن بده جيل آخر ليوصل له. وحتى هذاك الوقت راح تبقى هاي التنظيمات موجودة. أنا حكيت بما قال سابق من فترة أنه هاي التنظيمات الآن تعيش طور الحياة الطبيعي، يعني الجهاديين عندهم شيء دائم من اسمهم، يعني القتال بشكل مستمر، اللي هو مستمر إلى يوم الدين كما يعني يقولون بأدبياتهم. وهم هذا بس اللي مطلوب منهم، يعني هم مطلوب مش مطلوب منهم يقيموا دولة. الكلام عن أنهم يعني يكافحوا ويناضلوا بس ليقيموا الدولة، لا، الدولة هي حالة طارئة بحياة التنظيمات الجهادية، حدثت مرة أو مرتين دولة وإمارة وكذا، مش هي الثابت. الثابت عنهم حالة القتال الدائم، والدولة كما يقولون في أدبياتهم تظهر عندما يشاء الله، ليست يعني، أما ما هو مطلوب منهم هو القتال. هكذا يعلمهم منظرهم، هكذا يطلبهم قادتهم، وسيبقون يعيشون هذه الحالة، إغارة، كمائن، يدربوا، يجندوا، يحصلوا موارد بشكل مستمر، لن يتوقفوا ولن تنتهي. هذه أصبحت قضية مزمنة في الشرق الأوسط، مثلها مثل تجارة وصناعة المخدرات بمحلات أخرى، مثل الجريمة المنظمة بمكان آخر، مثل الفساد بالدول، مثل الأنظمة الاستبدادية، معارك لا يمكن الفوز بها من وجهة نظر الغرب، فهي تترك ويتدخلون عندما يحدث حريق كبير يجب إطفاؤه. هكذا سيتم التعامل مع الموضوع، وبالتالي على كل الأطراف الفاعلة بالمنطقة أنه هي حال التعايش مع هذه المعضلة. لن يكون ثمة حل جذري لها بالمدى، لا المتوسط ولا القريب، بالإطار الاستراتيجي ممكن نحكي فيها. نعم أستاذ بدر، هل تشارك البعض الخوف والخشية من أن تتكرر هجمات كهذه تعزيزا لسلسلة كسر الجدران التي أصدرها التنظيم عقب اقتحامه سجني أبو غريب والتاجي عام 2013، والتي أطلق خلالها سراح المئات من معتقليه وكانت مقدمة لما حدث لاحقا؟ يعني لا أستطيع أن أشارك هذا الأمر، أكيد سيكون يعني هناك محاولات للتنظيم القيام بعمليات من هذا النوع. ما لا نعرفه أو نعلمه الآن هو موضوع كم هو العدد الحقيقي لعناصر التنظيم داخل سجن الصناعة، كم هو عدد القتلى، وهل حقيقة تم إعادة توزيعهم، وهل تم إعادة توزيعهم على سجون أخرى بأعداد يمكن التحكم فيها، أو هم أيضا لأن يعني هناك في محافظة الحسكة ما يعني لا يدريه البعض ليست هناك بنية تحتية حقيقية، يعني سجن الصناعة هي يمكن الموجود في الحسكة هي أكبر مؤسسة في محافظة الحسكة بالكامل، فليس هناك معامل، ليس هناك مصانع، ليس هناك يعني بنى ضخمة في هذه المحافظة، فلا ندري أن أي عملية توزيع عناصر التنظيم كيف ستكون، وهل هناك سجون حقيقية أو لا. وبالتأكيد التنظيم أيضا لديه إمكانية يعني الوصول إلى معرفة أين سيتم يعني إعادة توزيع عناصره، لذا سيكون لديه دائما هذا الهدف موجودا. الأمر الآخر هو مخيم الهول الذي هو ربما يكون أخطر حتى من سجن الصناعة. فالسجن الصناعة من المفترض أن هناك فئتين، فئة هم أشبال الخلافة وفئة هم العناصر الفاعلين للتنظيم الذين من المفترض أن معظمهم أو تم يعني التحقيق معهم أو تم هم هؤلاء من العناصر الفاعلة للتنظيم في القسم العسكري، ولكن مخيم الهول حاليا ربما فيه حتى الآن ما يقارب 60,000 ساكن، أكثر من 30,000 أو 40,000 ما أتذكره من رقم هؤلاء العناصر، حوائل العناصر التنظيم. يعني هذه هي بيئة مساعدة جدا لإعادة تنظيم آخر، لإعادة إنشاء تنظيم آخر. يعني نحن نتحدث فقط من إنهاء مخيم، يعني آخر منطقة خسرها التنظيم جغرافيا الباغوز 2019، ثلاث سنوات حتى الآن ولم يحدث أي تغيير، ونحن نتحدث عن سوريا 10 سنوات والأزمة تستمر وتزيد، فنحن لا نتحدث عن يوم ويومين. وفي هذه الفترة هؤلاء الأطفال المتواجدين في تلك المخيمات، حتى النساء، لا زال لدى داعش زراع قوي من النساء التنظيم يعني في داخل سجن الهول، كل فترة يكون هناك استهداف
داخل حتى حلقاتهم الضيقة، يعني المرأة التي أو الرجل الذي يمكن أن يترك التنظيم أو هناك شكوك حوله بأنه يتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية يتم تصفيته. فتحدث دائما عمليات قتل داخل سجن الهول بشكل مستمر. سجن الهول هو يعني هو بنك، سيكون بنك مستقبل، يعني عفوا مخيم الهول، مخيم الهول سيكون احد بنوك داعش المستقبل او هذا الفكر المتطرف المستقبليه. بالاضافه الى موضوع ان الهشاشه الامنيه، كل هذه العوامل يعني هي دائما ستكون مرتبطه. لذا لدى التنظيم بحبوحه، يعني لديه رفاهيه في الاماكن التي سيتمكن او لديه امكانيه استهدافها في المستقبل ووضع الخطط لاستهدافها، السجون، مخيمات النازحين، وهذه كلها هي نعم هدف دائم موجود لدائم. نعم، شكرا جزيلا لك بدر مولا رشيد، إذن الباحث المختص في الشؤون الكردية، وعبد الناصر العايد رئيس تحرير صحيفة جسر، شكرا جزيلا لكما، وشكرا لكل من تابعنا في هذه الندوة، ونلتقي في ندوة مقبلة. إلى اللقاء. شكرا.